الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونتوب إليك، نستغفرك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذا أجمعين، وللمسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل على قبورهم الرحمات، اللهم أنزل على قبورهم الرحمات. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت التراب والجنادل وحدنا، تحت التراب والجنادل وحدنا، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اعتق رقابنا ورقاء آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم اعتقهم من النار يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء والمحن يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غفار، يا رحيم، يا من، يا من إذا ناديناه يجيبنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك فاستجب دعاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، وتب علينا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.